يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. عاش عاش بقولها هنا للمنتخب الاولمبي على صعوده للدور قبل النهائي لبطوله افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبيات طوكيو 2020. انا هنا عندي حاجات كتير عايز اقولها للمنتخب ده اللي انا شفته. شفت كوره ما شفناهاش من زمان، شفنا حماس ما شفناهوش من زمان، شفنا لعيبه ظهرت عندها غل. كلمة غل هنا مش ما فيهاش خطأ أو فيها حاجة غلط، غل كورة، خايفة على التيشيرت اللي لابساه، عندها عارفة إن لابسة تيشيرت منتخب مصر ده ليه قيمة، لازم أدي. شفت لعيبة ظهرت ما شفناهاش من سنين، لعيبة شبهها مصطفى محمد مهاجم، والله شفنا يعني إيه مهاجم. الشباب اللي بتتابع أو بتتابع كورة في الفترة الأخيرة ما متهيألي نسيوا يعني إيه مهاجم. اللي شاف عماد متعب، اللي شاف عمرو زكي، اللي شاف قبل كده حسام حسن، الناس دي بتخلص. ادي له كوره بالعرض تخلص، ادي له كوره قدام الجون هو عارف بيقف فين بيروح فين، هد رجل شمال يمين جامب اي حاجه بخلص. اديني الكوره ومالكش دعوه انا هخلص، مش لازم اخد الكوره ومثلثات وتلاتات وتكتيك علشان اوصل بالكوره لاقرب نقطه ممكنه عشان احط جون. في مهاجم العب عليها يخلص لك لما تكون الماتش متعقرب. مهاجم ربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات. رمضان صبحي ايه الجمال ده؟ ايه القياده دي؟ قائد يعني اللي انا شفته في الملعب ده يعني من بعد حسام غالي ربنا يبارك في رمضان صبحي، ايه قائد في الملعب. ال 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 الحماس والطاقه اللي فيه اللي عمال ينقله للعيبه انا ما شفتوش قبل كده. مغلوبين 2-1 من غانا، فاضل 10 دقايق، الكوره معقربه مش عايزه تمشي، هو عنده احساس وطاقه ان هنفوز، هيشيل الكوره بايده ويدخلها الجون. الحماس ده جه منين؟ القياده دي جت منين؟ الكلام اللي كان بيقوله للعيبه ده منين؟ ليه ما شفناش ده في المنتخب الاول؟ يعني مش عارف يعني ربنا يبارك للمنتخب الاولمبي ونشوف المنتخب ده في أفضل مكانة، وإن شاء الله بإذن الله يكون حلم المنتخبات القادمة. أنا عايز بس صورة مصطفى محمد ورمضان صبحي، الاتنين دول مسيرة منتخب مصر بعد محمد صلاح وتريزيجيه. أي حد عنده خوف على منتخب مصر والرياضة المصرية، الاتنين دولك لازم يحترفوا بعد البطولة دي، عدوش في مصر. الاتنين لازم يسافروا بره، لان والله بسم الله ما شاء الله مهاجم ولاعب نضج، يعني ان كان مصطفى محمد مهاجم وان كان رمضان صبحي لاعب نضج، الاثنين للدرجه دي لازم يحترفوا مع صلاح وتريزيجيه علشان هتبقى قوه منتخب مصر لا تتخيلوه. اتمنى اي حد خايف على الرياضه المصريه يساعد الاثنين دولك ان يسافروا في اسرع وقت، ما يكملوش في الدوري المصري. طبعا مصر هتقابل جنوب افريقيا، يعني ان شاء الله باذن الله نعبر الماتش المباراه القادمه، ودي اهم مباراه بالنسبه لنا عشان طوكيو 2020 نكون موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله انا متوقع ان احنا هنفوز 2-0 ان شاء الله باذن الله توقعي. عندي حاجه جميله جدا في الاسكواش، طارق مؤمن وزوجته رنيمي الوليلي اول زوج وزوجه يحصلوا على بطوله العالم للاسكواش، ومش بس كده، ده أول زوج وزوجة يحصلوا على نفس البطولة في أي لعبة رياضية في العالم. ربنا يبارك ليهم، بيت رياضي. احنا طبعا متربعين على رياضة الاسكواش الحمد لله، واخدين فيها مراكز أول وتاني وتالت ورابع على مستوى التصنيف العالمي، والحمد لله بقالنا أكتر من 6-7 سنين مفيش حد واقف قدامنا في الاسكواش، فربنا يبارك فيهم وألف ألف ألف مبروك. نخش بقى على برنامجنا، معلش اتكلمت في الكوره النهارده، لكن المنتخب الاولمبي يعني فرحني. انا ما رضيتش اتكلم على المنتخب الاول، ولكن انا هكتفي بالكلام على المنتخب الاولمبي. عاش، انا بشكر كل اللي بعت لنا فيديوهات على عاش، وان شاء الله باذن الله برضو اللي عنده فيديوهات يبعتها لي تاني. عاش، اي حد بيمارس رياضه يبعت لي الفيديو مصوره للرياضه اللي بيمارسها، هزعها له معايا في بدايه كل حلقه. واللي ما بيمارسش رياضه يلا ابدا معايا عشان نقول لك عاش،
وصور لي فيديو حتى ولو جري، حتى لو على عجلة، أي رياضة، ابدأ معايا بأي رياضة وصور لي فيديو وابعته لي، هزعه لك معايا في فقرة عاش. قبل ما أروح لفقرة عاش هيكون معايا في الفقرة التانية كابتن رضا كفافي مستشار التربية الرياضية، هنعرف إزاي أصنع بطل، هيعرف إزاي طفل من صغره أوجهه إنه يكون بطل رياضي بجد. استنوني بعد عاش.
عاش. رجعنا لكم تاني، بسم الله ما شاء الله، فيديوهات جميله النهارده. وبرضو اللي معانا او اللي بيشوفنا يبعت لنا اي فيديوهات هيصورها، ان كان بيلعب رياضه او ما بيمارسش رياضه. خليني بس ارحب بالكابتن رضا كفافي، مستشار التربيه الرياضيه. يا مساء الفل عليك. مساء الفل والجمال، وعاش عاش منورني. ربنا يبارك في عمرك، انا اللي سعيد جدا موجود في حضرتك هنا، واتمنى تكون حلقه جميله وتوصل لاولياء الامور والاطفال ان شاء الله. الله يخليك. تحب تقول لي مين عاش الاول بس؟ عاش لكل واحد بيحب الرياضه. طب مين اللي عايز تقول له عاش كجميل؟ اقول للاستاذ محمد طبعا. الله يخليك. استضفنا هنا تمام، اللي حببك في الرياضه لنا الفرصه تمام، اللي خلاص. حببك في الرياضه طبعا معشوق الجماهير للعبة بتاعتي الله يرحمه الكابتن جاي رمضان الله يرحمه. طيب انا كنت منوبه ان يعني في الحلقه بتاعت النهارده ان انا ازاي ابني بطل رياضي، تمام، ازاي انشئ طفل من احنا اتكلمنا في الحلقات قبل كده في حاجات دي كده كتير، بس احنا هنتكلم فيها بتخصص النهارده. ممتاز. لان اللي اتفاجئت بيه وانا بتكلم معاك قبل الحلقه تحضير الحلقه ان انت ما سبتش اي زاويه او اي بالزبط. وجهه نظر حب للطفل بالبلدي كده ايه يفلفص منها كده. تمام. طيب خليني ابدا ازاي مع طفل رياضه، ازاي اخليه يبدا رياضه معايا او يلعب رياضه او يبقى رياضي؟ يعني نتكلم كده في البدايه، لازم طبعا نشرح الاهلاويه وكيفيه ان يكون طبعا قبل ما مثلا بابن بطل تمام مثلا من سن 4 سنين لازم يكون في دور للبابا لولي الامر. ده افضل سن 4 سنين. ممتاز. تمام. جدا عشان اعرف اشكله واعرف اوظفه اللعبه المناسبه تمام، لان بيكون الولد لسه في حاله نشأه جسمه تمام قابل لاي رياضه اقدر اشكله واوظف فيها اي مدرب هيلعب رياضه ايه. مش فارقه بس هو كده دخل المجال الرياضي. الرياضه دي اهم حاجه. تمام. اهم حاجه انه يخش المجال الرياضي وانا كسوبرفايزر او كابتن تمام اقدر اشكله بالاليه والكيفيه اللي انا شايفها كمدرب او سوبرفايزر. طب انت هنا بتشكله على بمجرد ما بتشوفه على الرياضه اللي هيلعبها بعد كده مجرد ما بيجي لك دور ولا خلال فتره التمرين مثلا من 4 سنين لحد كام سنه بتبدا تشوف هو هيتاهل لادي لعبه؟ يعني من سن 4 سنين مثلا لحد 6 سنين بيكون في فرصه تمام. سنتين. اعداد تمام. طبعا التدريبه عندنا بيعتبر في مراحل اعداد الاول. ما ينفعش طبعا كسوبرفايزر او كابتن بتاع كاراتيه او بتاع كونغ فو او لعبه معينه يشتغل تمام مع الولد في فنيات مباشره. لازم يكون في مراحل اعداد عند الطالب تمام وعند الكابتن ان ازاي اقدر اشكل الولد فبوظفه في الرياضه كمدمن. تمام. في خلال مثلا السنتين دولت بشوف الولد هدخله مثلا بطوله، في نفس الوقت هشوف مثلا استعداده مثلا النفسي عامل ايه معايا، بناء على الحته ديت اقدر اشوف هيلعب مثلا بطل كاراتيه او كونغ فو، من هنا ابدا اوجهه واوظفه. طيب كنا بنتكلم قبل الحلقه بتقول لي في دور مهم في المدرسه. بالظبط. طيب هل المدرسة ليها دور رياضي برضو؟ بنسبة مليون في المية. بنسبة مليون. ده ايه الثقة الجامدة دي؟ ما انا هشرح لك بقى ان شاء الله ايه. ما كناش بنحضر حصة الالعاب. تمام. احنا طبعا على ايامنا كان للاسف في لا انا ما بكلمش على ايامنا، انا بتكلم على دلوقتي. تمام. يعني في ناس ما فيش حصة العاب في بعض المدارس. دي حقيقة فعلا. لكن على ايامنا لا كان في حصة العاب. هحكي لك موقف. انا في الثانوي كان تانية ثانوي تقريبا جالنا مجموعة من مدرسين تربية رياضية أو خريجين تربية رياضية حوالي 10 مدرسين. تمام. جلنا المدرسة خدوا من كل فصل مجموعة، اللي لعب باسكت اللي لعب سلة اللي لعب يد اللي لعب طايرة، وزعونا وفعلا طلعوا من التقسيمات دي خامات كويسة في كل لعبة. بعض اللعيبة اللي راحت لعبت في نوادي وكملت وإن كانت كرة طايرة أو كرة يد، ده فعلا بجد وكرة باسكت. يعني ده على ايامنا، على انا بشوف دلوقتي ده مش موجود. هو موجود بس للاسف احنا عندنا يعني مشكله بنعاني منها تمام في المدارس الحكوميه بالتحديد، ان مفيش مدرس تربيه رياضيه بنسبه مثلا 70% متوفر داخل التربيه والتعليم. مفيش بنسبه 70% مفيش مدرس تربيه رياضيه؟ يعني بنسبه عاليه جدا في التربيه والتعليم. التربيه الرياضيه دول بيروحوا فين؟ يعني في طبعا اللي بيشتغل شغل برايفت، في اللي بيسافر بره، بحكم طبعا ان مش هنتكلم في حته ان طبعا المرتبات والكلام ده، هنتكلم في صميم طبعا الرياضه بتاعتنا، فهنتكلم في الجزء الاهم. تمام. الاحتياج للمدرسه وعدم وجود تربيه رياضيه، وحتى لو كان في موجود في بعض المدارس مدرس تربيه رياضيه فهو ملتزم باللاين والحصه بتاع البي او حصه الالعاب، ما عندوش مساحه من الوقت انه يشتغل مع الولد او الاولاد داخل المدرسه بحته التخصص، فدي مدرسه مفتقره للموضوع ده. فبنعمل ايه؟ في عندنا لائحه تمام في الوزاره التربيه والتعليم اسمه قرار وزاري.
طب استناني، احنا كده دخلنا في كلام مهم. تمام. لايحة؟ تمام. ده 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 قرار وزارة التربية والتعليم. ده قرار وزاري. لائحة رياضية دي ولا ايه؟ تمام. لا هي مش لائحة رياضية، هي لائحة يعني ايه، نقول مثلا ايه، لائحة تنفيذية اسمها قرار 35 وزاري. قرار 35 وزاري. 35 وزاري. طب ده ايه القرار ده؟ القرار ده ان في حاجة اسمها الوحدة المنتجة في الوزارة أو المدرسة المنتجة. هي المنوطة في الوزارة بإدرار الربح وإدخال المشاريع من خارج التربية والتعليم. واحدة واحدة عشان الكلام كده تقيل. مش عارف هو رياضي ولا مش رياضي. ما هو رياضي في النهاية، واصلك للجزئية الأهم. عاش. بمعنى هتعد بطل ازاي؟ ده في إدية وعلى اللائحة الوزارية، وأنا بقدم ده ازاي؟ اتفضل. طيب ثواني بس، بتقول لي قرار 35 ده قرار إداري وزاري. 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 تمام. يؤدي الى ان في عندنا يعني لائحه بتقول ان في حاجه اسمها الوحده المنتجه. ايوه. هي بقى الوحده المنتجه دي هي المسؤوله باللغه العاميه كده عندنا عن اضرار الربح والمشاريع داخل التربيه والتعليم. طب ايه اضرار الربح والمشاريع اللي جابها للرياضه؟ يعني ان طبعا دلوقتي انا عندي مثلا مشروع عايز انفذه داخل التربيه والتعليم مثلا زي الرياضه، هم عندهم ان يستعينوا مثلا. يبقى الرياضه جزء من المشاريع. بالظبط. يعني الرياضه في التربيه والتعليم. بالزبط. جزء من المشاريع اللي تابعه للقرار 135. بالظبط. 35. طيب ان هو طبعا بيستعين مثلا بالنشاط الرياضي الفني. تمام. الحاسب الالي. تمام. احنا جزء من النشاط ده. فقره 4. بس سؤال عشان برضو يعني انت بتتكلم في قرار وزاري. تمام. بتتكلم في المفروض يتم تطبيقه ده ومطبق بالفعل وبيتطبق. طب بيتطبق على المدرسه الخاصه والمدرسه الحكوميه؟ جميع المدارس خاصه وحكومه. يعني المدرسه الحكوميه ديك فيها القرار ده طبعا المفروض يبقى فيه على جمال 28 محافظه بيتنفذ. بيتنفذ. لا طب قول لي ده بيعمل ايه؟ يعني ده المفروض ان مثلا المدرسه المنتجه بتقول انا عايز اعمل مشروع رياضي داخل التربيه والتعليم. انا كمدرب ايا كانت نشاط الرياضه، ايا كانت كاراتيه، كره قدم، كونغ فو، اي لعبه رياضيه. طب هنا المدرسه هي اللي بتقول انا عندي مثلا عجز. فريق. لا 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 ثواني. انا دلوقتي عندي طلبه، الطلبه دي هي مؤهله. هي تمام. مؤهله مثلا عندي، فبالتالي بقول لك انا عندي فريق كاراتيه او فريق كره قدم، ولا العكس انا بقول ان انا عايز ادرب التلاميذ اللي عندي والطلبه اللي عندي رياضه معينه. بالظبط. انا فيهم. بالظبط كده. انا اللي بطلب. انت اللي بتطلب ان انا ادرب. لان طبعا انا بخش المدرسه بسال انتوا عندكم مدرس تربيه رياضيه؟ لا مفيش مدرس تربيه رياضيه. طب انا خلاص اللي هو انتوا مين بقى؟ احنا كمدربين مثلا، انا كمدرب مثلا كونغ فو في الاتحاد المصري. تمام. وعضو النقابه العامه للمهن الرياضيه زي اي مدرب. تمام. بخش باب المدرسه، انا عايز اخش امرن عندك في المدرسه. عندك مدرسه تربيه رياضيه؟ لا ما عنديش. طب في عندك قرار وزاري بيقول ان ممكن تستعين بيا. تمام. طيب. قرار وزاري. في بعض المديرين مش عارفين القرار ده. طب ثواني بس ثواني، يعني من حق اي كابتن، اي كابتن طالما عضو اتحاد وعضو نقابه من حقه يخش. استنى بس، اي كابتن عضو اتحاد وعضو نقابه، عضو نقابه رياضيين، عضو اتحاد في اللعبه بتاعته ان كان كاراتيه او كونغ فو الى اخره، من حقه يروح يخبط على اي مدرسه يسال في مدرس تربيه رياضيه ولا. تمام. لا لو ما فيش مدرس يقول لهم انا هدرب. انا هدرب. طيب. باللائحه بقى الوزاريه قرار وزاري. طيب بتتم الموافقه ازاي؟ الموافقه ان طبعا المدرسه في حاجه اسمها الوحده المنتجه، بيكون في موظف داخل المدرسه مهمته. تمام. انه يعمل المشاريع دي، فبقول له انت بتاع الوحده المنتجه، بقول له ايوه. طب خلاص بنجيب مدير المدرسه عباره عن لجنه اشراف. تمام. مدير المدرسه القائم بالنشاط. تمام. تمام. السكرتير عشان طبعا في عائد مادي يتحصل، واحنا طبعا بنشكر الوزاره. طب تمام. استنى بس هنكتب كلمه عائد مادي بس عشان نبقى اوضحها للناس يعني ايه عائد. تمام. مادي. نكمل. تمام. اتعملت لجنه وتمت الموافقه على الشخص ده. تمام. الشخص ده بيتم الموافقه عليه من داخل المدرسه من ولا داخل المدرسه رقم واحد، ولا لازم ابعت للوزاره؟ لا من داخل المدرسه. من داخل المدرسه لان عندها اللائحه، الوزاره منزله اللائحه. هنا بيبقى حضرتك مثلا او الكابتن اللي رايح اسمه ايه في المدرسه؟ مدرس العاب برضو ولا اسمه ايه؟ يعني مدرس، هنقول مثلا مدرس تربيه رياضيه او العاب، بس برايفت خاص. خاص. تمام. نازل على اللائحه الوزاريه انه ينشط الاولاد ويدخل ربح للحاجه اسمها الحساب الموحد بايصال 23 تربيه وتعليم. طيب دلوقتي المدرس ده بيشتغل بمرتب بأجر. ولا بنسبة. 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 نسبة من ايه؟ من الارباح اللي هتعود من الاولاد الراغبين. الراغبين عشان ده اختياري. ثواني بس انا كده قربت افهم الموضوع. تمام. يعني انت عايز تقول لي بدل ما تودي ابنك نادي. تمام. نادي العاب رياضية بره. تمام. لا المفروض المدرسة يكون عندها نشاط رياضي. صح كده. اسأل عليه لو موجود. تمام. اشترك له لان هيكون في تدريبات بشكل معين، او هيمارس الرياضه اللي عايز يمارسها، او هم يعني اللي موجودين في المدرسه ممكن يأهلوا ان يلعب. بالزبط. رياضه معينه. دي صح كلها كده؟ صح. طيب تمام. قلت لي بمقابل.
بمقابل. طب ممكن اقول لك، طب طالما بمقابل وطالما ده برايفت برضه، اودي النادي. طب ما اوديه النادي. طيب الفرق هنا بقى ان الوزاره عامله المشروع ده مشروع خدمي. بمعنى خدمي. ايه؟ ان القرار الوزاري لما اتطرح تمام وتنفذ، اتنفذ ان يتم بعد انتهاء اليوم الدراسي او اثناء العطلات الرسميه. بعد كده انت عملت توديني في، لا ما انا بقى القرار شامل في بعد ده الطفل عندنا يعني. انا عندي ابني، عندي بنتي جنه في المدرسه، ما بتصدق تخلص اليوم الدراسي وتيجي، انا هقعدها ليه تاني عشان ده دور بقى مدرسه التربيه، ده اللي جاي من بره او المدرب ان كان شاطر. مش هطمن، ما هي مشتركه في باص ومشتركه في حاجات برضه، عايزه تيجي. طيب ده يوم جمعه او يوم سبت، حضرتك انت لو رحت النادي هقول للسيادة لو رحت النادي دخلتني في حته ثانيه، بس صدقوا ياخدوا يوم اجازه وادوهم يوم اجازه. طيب لو فرض كلام دلوقتي انا خلي بالك هديك مثال. طيب اخد اتصال بس الاول. اتفضل. محمد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك، مساء الفل عليك. بصراحه انا سعيد جدا ان انا دخلت في مداخله مع حضرتك والله. الله يخليك، تسلم، ربنا يخليك. وارحب بحضرتك بسياده المستشار رضا. الله يخليك. ومع حضرتك على ذوقك. بنستاذنه بس يا فندم نخلي حصه العاب ثابته في على مستوى المدارس كلها. هي فعلا معممه، بس طبعا عشان ان في عجز تمام من مدرسين التربيه الرياضيه، احنا طبعا المدرسين اللي بتتقدم طالما مدرب رسمي كله او عندهمش يعني ايه الخلفيه، محتاج طبعا يعني يكون في تسويق ودعايه من خلال التربيه والتعليم بالتعاون مثلا مع شباب الرياضه. يا جماعه انتم مدربين معانا مثلا معتمدين، انزلوا المدارس فعلوه تمام واشتغلوا، وده يحقق يعني مردود كويس عند الطالب وعند المدرس تمام وعند الوزاره كمان. تمام يا فندم. هو بس الفكره ان يعني انا عندي اولاد مثلا ببقى عايز يروح المدرسه، عارف ان في حصه رياضيه هيتابعها، هبقى مطمن على مستواه. طب اسالك سؤال بس استاذ محمد، اسالك سؤال. لو اليوم الرياضي يوم جمعه هتودي اولادك؟ لو الولد يحب الرياضه هيجي. انا عايز هو اللي جايب. لا هيروح، هيجي اكيد. يعني مش هيوديه النادي مثلا؟ ماشي، بس معلش هي مش هتبقى لمده ساعه مثلا. بالظبط كده، بالظبط. هي ساعه الموافقه. طب استنى هسالك سؤال تاني. برافو عليك، تمام. ماشي. والحاجه الثانيه، مع احترامي طبعا يا استاذ محمد، احنا طبعا يعني مش مجامله للوزاره، ده حقها لازم يتقال لها، ان كلمه مشروع خدمي انا لو بدرب ابني في النادي، انت لو جيت عندي نادي مثلا هتدفع مثلا 400 جنيه في الشهر. طب بس خليني اشكرك يا محمد وتابعنا بس دي مهمه ارد على استاذ محمد بس. ماشي، هرد عليه من التلفزيون. تمام. ماشي، اتفضل. لو فرض الكلام حضرتك مثلا جبت الولد عندي النادي، هتدفع اشتراك كام؟ 300 400 500. برافو عليك. كلمه مشروع خدمي الوزاره طرحاه، تمام، ده شيء ممتاز جدا، لان كلمه خدمي ان هم اربع حصص في الشهر، كل يوم جمعه او كل يوم سبت، تمام. هاخد كام الولد برغبته ورابطه للامر؟ لا تخطى ال 10 جنيه، ال 10 جنيه. يعني في الشهر بكام؟ 40 جنيه. ده في الحصه 10 جنيه. في الحصه يعني 40 جنيه، 40 جنيه او 50 جنيه. بالظبط. بس سؤال، خليني انا واخد، خلي بالك انا اسئلتي لبعض الحاجات اللي ممكن تدور في ذهن ولي امر الطالب، تمام، او بمعنى اصح ولي امر الطالب الكسلان، تمام، يعني اللي هو مش عايز يودي ابنه او مش عايز او ما عندوش ثقه. فخليني انا واخد وجهه النظر. مش هنقول ثقه ليه بقى حضرتك؟ انا ما هاخدها جزء جزء. طيب انا ممكن دلوقتي هو ايه بيحضر ساعه واحده في الاسبوع المفروض، يعني ايام الدراسه. ايام الدراسه طبعا. ضغط النفسي. ما هو مثلا لو في نادي بره هيحضر 3 4 ايام، يعني المفروض ده انا بالنسبه لي كراجل مثلا بتكلم بعلم التربيه الرياضيه، ده خطا، لان طبعا انا عندي الدراسه في ضغط نفسي على الولد في المذاكره في الدروس، بيقوم كل يوم الصبحيه. ايوه معقول لحضرتك اهو ما يقدرش ينادوه 4 ايام النادي جنب بس الدراسه. بس برضه عشان ادي بس كل ذي حق حقا، الطفل او الطالب الرياضي تمام هيعرف يذاكر وهيعرف يروح دروسه وهيعرف يروح المدرسه. بنتكلم على الاعداد مش بطل، بنتكلم لسه هنعد ازاي. انت بتتكلم على بطل دلوقتي. ماشي 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 ماشي، بس هو طالما بدا يمارس رياضه تمام هيعرف يذاكر وهيعرف يروح مدرسته وهيعرف، عشان نبقى متفقين. انا لمست ده. البدايه محتاج اعمل وقت. طيب اخد ام مصطفى بس. اتفضل ام مصطفى، مساء الفل. كابتن محمد مساء الفل عليك ام مصطفى. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك، تسلم، ربنا يخليك. وحشنا كتير والله. الله يخليك، ربنا يخليك. اسك كل انت عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام، كله تمام. ام مصطفى عايزين نوطي التلفزيون بس شويه. اظبطي خالص يا حبيبي. تسلم معاكي. كنت عايزه اقول لك يا كابتن محمد، احنا يا رب نهتم بالاطفال اولادنا ونفعل دور المدرس التربيه الرياضيه في المدارس، يعني مدرس التربيه الرياضيه في مدارس الايلز بالذات، ودور
دوره ما بيقلش اهميه زي دور الاخصائي الاجتماعي اللي احنا برضو بنفتقده برضو في المدارس الابتدائيه. تمام. فيا ريت احنا نهتم شويه، لان انا ملاحظه كتير في المدارس الابتدائيه يا استاذ محمد، المدارس اللي بيعلم من الاولاد التربيه الرياضيه او بيديهم حصه تربيه رياضيه ملوش علاقه بالتربيه الرياضيه اطلاقا، ده مدرس كشكول او مدرس مجال صناعي، مدرس تربيه فنيه وبيكتب له كده كده. يعني انا مصطفى ثواني بس، مصطفى طبعا ليك يا الكلام ده، الكلام ده يعني مش يعني مش هقول كله، يعني في بعض المدرسين مجتهده وشاطرين وفعلا. انت بتقول يا فندم دلوقتي ان في عجز، في عجز ده حقيقي، ده حاجه معروفه للناس كلها. ايوه ما ده اللي بقول لك، بس احنا بنتكلم عن الناس اللي شغاله، في ناس مجتهده. مفيش تفعيل لدور، احنا بقت مهمله حصه التربيه الرياضيه مهمله بدليل ان بيسندوها لمدرس المجال الصناعي. ما هو ده حضرتك تمام، في بعض ما انا كنت هسال سياده المستشار سؤال. طب عندك سؤال تاني يا ام مصطفى عشان الحلقه سخنه شويه، عندك سؤال تاني؟ لا يا فندم انا كنت حابه اسال. الله يخليك يا ست كل صديقك. دور المدرس لان احنا بنبدا بالطفل الرياضي من ابتدائي، ده هو بيقول من قبل ابتدائي، ده هو بيقول من عند 4 سنين، يعني من قبل كيجي كمان. لا خلينا نبدا من ابتدائي ونفعل دور مدرس التربيه الرياضيه في ابتدائي، ويا ريت يكون مدرس مصطفى على فكره التربية صح الرياضية. ثواني احييك يا مصطفى، كانت طرحت مبادره الحلقه اللي فاتت من مصطفى صديقه البرنامج، ان قالت طب زي ما في مدارس اعدادي رياضي وثانوي رياضي بتاهل لكليه التربيه الرياضيه، طب ليه ما ابداش من ابتدائي؟ ده هو مدرسة ده موجود بالفعل، موجود مدرسة رياضية، موجود مدرسة تربية رياضية. هي مش مدرسة، هو طبعا نشاط تربية رياضية، بس قلة المدرسين تمام فده عمل مشكلة في بعض المدارس. طيب شكرا يا مصطفى، مساء الفل عليك. إيمان مساء الفل. مساء النور معاكي. لو سمحت بس عندي شكوى في اللي هي في كرسي القلم من الناشئين الصغيرين. اتفضلي. اللي هي مثلا انا ابني مثلا عنده 8 سنين. 8 سنين. ويعني عندنا مثلا عندنا في المنصوره في مدينه الشرقه اللي هو السد الاجتماعي جنبنا كده ايه بياخد ناشئين، فانا يعني معصره مش معصره على الاجر ولا حاجه، بس مثلا ايه اللي هو المنصوره فتره الدراسه مثلا ما بيبقاش فيها تمارين، فتره الاجازه بيبقى فيها تمارين. انا بقى عايزه مثلا اكثف يعني ايه يبقى في مثلا تكثيف ان هو يبقى حتى يوم الجمعه مثلا اللي هو بيبقى يوم اجازه او اثناء الاجازات في الصيف موجود. ايوه سؤالك، بس سؤالك عشان انا مش فاهم السؤال، حضرتك عايزه ايه؟ لا انا عايزه مثلا يعني لو هو على مستوى المنصوره، لو في يعني مسؤولين على مستوى المنصوره ان هم يعملوا هرد عليه اجازات بس يعني يعملوا في الايام العاديه، يعني اللي هو الاجازه الاقصى. حاضر حبايبنا في المنصوره، اكاديميات الكره في المنصوره، مدربين الناشئين في المنصوره، يا ريت لو حد بيتابعنا يتصل بينا ويديها حل ويسيب لنا رقم تليفونه، وانت سيبي رقم تليفونك في الكنترول وان شاء الله باذن الله نحل. محمود مساء الفل. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الفل عليك يا غالي. انا بشكر حضرتك وبشكر كابتن رضا. الله يخليك. اشكرك. الله يكرمك. انا كان ليا بس كنت انا بتصل بس عشان اسلم على كابتن رضا واقول له احنا مشكورين لان انا يعني الحمد لله بفضل ربنا ثم فضل كابتن رضا بدأت ان انا ادخل ولادي في العاب رياضيه اللي هم بيحبوها، وبداوا يستفادوا من كابتن رضا. وجنب الرياضه برضو في محاضرات بتاهل الطفل او بالظبط الولد انه يهتم بنفسه ويهتم بصحته، والرياضه كويسه طبعا دي طبعا. عندك اي سؤال غالي؟ شكرا لحضرتك. مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. نتكلم شويه. طيب نقول ايه؟ طيب نبدا منين؟ بص كل بتاعه المنصوره تمام. لا استاذ محمد له سؤال، نبدا منين؟ طيب خلينا بس نقول في سؤال هو اللي هيلخص كل الموضوع. انت بتقول الخطه دي او القرار الوزاري ده تمام متنفذ في المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه بالظبط بنسبه كام؟ والسؤال الاهم بقى، بنسبه كام في المدارس الحكوميه وبنسبه كام في المدارس الخاصه؟ علشان كتير جدا من اللي بيشوفونا دلوقتي بيقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده مش شايفين. هو طبعا نقول مثلا المدرسه الخاصه عشان مثلا نقول مثلا ايه يعني نظام بزنس، يعني بزنس اكتر استثمار عشان نظام استثمار بالظبط مفعل، بس برضك مش بالصوره الايجابيه ان انا بعد بطل علشان يعني مش عايز اقول ايه، معظم المدارس الخاصه بيبقى الـ 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 الشغل العامل دي او برايفت داخل المكان الترفيهي بالظبط الترفيهي اكتر من مش شغل العمل. يعني عندنا مثلا مدرسه خاصه طلع عندها بطل الجمهوريه في الكاراتيه في الكونفو في اي لعبه ثانيه تمام، هو مثلا بيعمل مشروع استثماري نشاط داخل المدرسه برايفت، وانا معايا مدرسه خاصه. طيب بالفعل ده بنقول في المدرسه الخاصه بنسبه كام؟
نتكلم مثلا بنسبه مثلا فرض كلام 40%. 40% يعني لسه في 60%. طيب ادي لسه في المدرسه الخاصه، لان حتى المدرسه الخاصه فيها مدرسين تربيه. طيب عملي المدرسين المدرسه الحكوميه متطبق بنسبه كام؟ يعني نقدر نقول بنسبه مثلا نشاط او قرار وزاري بتاع الالعاب الرياضيه اللي بتكلم فيه لا بنسبه مش هتعدي ال 20%. يبقى من حق اللي بيشوفنا دلوقتي يقول لك انا مش شايف ده. طيب ما هو ده بيرجع في النهايه، ما عايزين نوصل لايه؟ ازاي نوصل ل 100% ان ده يتطبق؟ علشان انا كولي امر ابقى مطمن ان ابني او بنتي في المدرسه تمام بتتعلم وبتلعب رياضه وبتتاهل تمام، وفي نفس الوقت اكون واثق ان اللي بيتم في المدرسه ده بلغه ايجابيه من الاخر كده الصح تمام او بيتاهل صح. اي مدرسه عندنا فيها حاجه اسمها مجلس امناء. تمام تمام. مش هتكلم طبعا على موجهين التربيه الرياضيه اللي فيهم ناس عندها نشاط وعندها حيويه، بس عشان عنده عجز في المدرسين التربيه الرياضيه دور مجلس الامناء مهم جدا. وفي لائحه في قرار الوزاري ان حتى مدرس التربيه الرياضيه اللي يجي يشتغل داخل المدرسه بياخد موافقته. فمجلس الامناء من دوره بدوره انه لازم طبعا يقعد مع مدير المدرسه والاداره. في مدرس تربيه رياضيه عندك؟ لا. طب اتكلم الاداره، ما عنديش مدرس. طب خلاص نستعين، انت عندك لائحه وقرار وزاري، شوف مدرس. انا كولي امر في مجلس امناء هجيب مدرب من نادي تربيه رياضيه في الكاراتيه في الكونفو. طيب ما تيجي نسهل الدنيا شويه. ما انا بحكي بس على ان هو ايه الحته الفنيه عشان لما يسمع الكلام المتلقي دلوقتي يخط ازاي يروح يتكلم ازاي. ده ممكن مهم. ما انا ممكن اقسمها بمعنى يعني انت دلوقتي بتتكلم في مدرسه وتربيه رياضيه صح؟ تمام. انا عندي وزاره تربيه وتعليم. تمام رقم واحد. تمام كده دورها ايه؟ اتنين مدرية. ماشي اتنين مدريه مديريه التربيه بعدها ثلاثه اداره بعدها اربعه مدرسه الاداره لا المدرسه المدرسين تمام ولي الامر تمام ده رقم واحد. ولي الامر هو اللي بيساعد واللي بينفذ واللي بيشجع. طيب في كم عنصر عندك؟ تمام. الوزاره والمديريه والاداره والمدرسه والمدرسين وولي الامر. تمام ست عناصر. قول لي لكل دور من العنصر من العناصر دي دوره ايه والمطلوب منه ايه علشان نسهل الدنيا. طيب على الناس نبدأ. عشان نوصل ل 100%. اوكي نبدا بقى. اول واحد من عندك ايه؟ رقم واحد مين؟ ولي الأمر. رقم واحد ولي الامر. انا ابني في المدرسه ماشي تمام بيروح بيه كل يوم، شايف ان الولد صحته مش كويسه، جاي منهك من الدراسه ومن المذاكره. طب لو خد جرعه رياضيه هيبقى افضل، هياكل كويس، هيشرب كويس. تمام. تمام. في نفس الوقت هشوف كده وهنتقي كمدرس تربيه رياضيه او مدرب الخامة دي اشكلها ازاي؟ كاراتيه كونغ فو وعديت بطل. تمام. طيب والامر يعمل ايه؟ يا مدير يا مدرسه يا مجلس امنا احنا عايزين مدرس. طب ما فيش مدرس. مجلس الامنا اللي هو مجلس اولياء الامور. اه بالظبط. بيكون مثلا في اجتماعات اولياء الامور يطلبوا. بس في مجلس بيكون فيه حد منتخب ونائب ليه بيتكلم باسم اولياء الامور كلها. ده اسمه مجلس الامنا. تمام. طيب. بس هي الفكره زي بقى يعني واحده ما فيش مشكله. انا ولي امر بكلم مثلا اولياء الامور، بنكلم مدير المدرسه، مدير المدرسه بقى مذكره للاداره. طب انا ما عنديش مثلا مدرسين يجوا يشتغلوا عندك. طب اعمل ايه؟ انا كولي امر هجيب مدرس مثلا زي ما كابتن محمد من نادي ويشتغل معانا بالاجر بناء على القرار الوزاري 35 اللي احنا بنستعين بيه مدرسين تربيه رياضيه من خارج التربيه والتعليم. هيجي المدرس ده يكون معاه كابتن اتحاد عضو نقابه واخد بال حضرتك وبيقدم ورق في المدرسه، المدرسه بتجيب دراسه الجدوى. طيب ثواني خليني بس عشان اقفل ولي الامر، يبقى دور ولي الامر هنا اللي مطلوب منه تمام ان في مجلس الامناء يطلب مدرس تربيه رياضيه. مدرس تربيه رياضيه حقه. تمام كده حقه. طيب كده دور ولي الامر خلص تمام، ولا ليه دور تاني في اي حاجه؟ خلاص علشان تمام خلاص كده. ده دور ولي الامر لحد كده الطلب بتاعه ده شرعي تمام، لكن بتكلم بعد كده في التفعيل ازاي يساعدنا احنا بعد ما ننفذ ومدرب يجي نقوله برضه. اه هنقوله ازاي يبقى في مشاركه بيننا وبين بعضينا. هو سوبرفايزر او الكابتن اللي هيشتغل ده هيشتغل بايد ورجل صح؟ تمام. هيبقى كل شغل مدرب. محتاج بقول الامر اثقفه برضك معايا ان ازاي الولد ياكل كويس في البيت، ما يجيبش حاجه من بره، اللبس ازاي تساعدني يعد بطل، تساله تراجع معاه، يكون في اهتمام من عندك مش ان انت خلاص جبت لك مدرسه التربيه الرياضيه وشكرا على كده. محتاج دعمك، محتاج ان انت مثلا تشاركني مع الولد، تحضر معايا في بطوله في اختبار. الولد بيني وبينك انت مسؤوليه. يبقى دور ولي الامر هنا هيتلخص في حاجتين. لو عندك مدرس تربيه رياضيه روح اساله هل ابني ينفع يتدرب او في لعبه معينه وابدا تمام اسلمه له بمعنى اصح كده واتفق معاه المواعيد تمام. او لو مفيش مدرس تربيه رياضيه اطلب ان يكون في مدرس تربيه رياضيه
وده حقه. تمام. ولو ما في وبعد ما يطلب وخلاص وموجود مدرس التربيه الرياضيه يجي دوره الثاني ان انا اكون مشاركه متابع مع 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 الطالب في البيت او ابني في البيت بالتعليمات اللي هيديها لي بالزبط. الكابتن بالزبط. تمام كده، هنا دور ولي الامر خلص. تمام. طيب تاني حاجه الاداره. الاداره الايه؟ الاداره التعليميه. الاداره التعليميه. طيب الاداره التعليميه دورها ايه والمطلوب منها ايه وبتعمل معاها ايه؟ دورها طبعا بتشوف المدارس، يعني المفروض ده يعني ده يعني انا بطلب طبعا من كل مدير اداره، وبرضك يعني لو ما عندوش مثلا يعني الورق بس هو كده عنده، لان عنده طبعا موظفين، حاجه اسمها الوحده المنتجه او المدرسه المنتجه. طب ما تيجي نسهل الدنيا. تمام. انت قلت حاجه من شويه ان انا لو ما عنديش مدرس ما انا اقترح مدرس، صح؟ ده من خلال ولي الامر، من خلال احتياجات. لكن في مديرين مدرسه، انا اسف في اللفظ، تمام، لا ما خلينا لا لا ما خلينا نقول ايه، احنا الموضوع كله حلول. تمام. حلول سهله موجود وموجوده، صح ولا غلط؟ صح. طيب ما انا اقترح. تمام. ولو طب رفض المدرسه ممكن يكون ليه؟ يعني مش ليه، هو محتاج، بس ممكن لو مثلا ايه، انا هصرف منين؟ انا هجيب منين؟ تمام. والله انا 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 لو ولي امر انا مش فارق معايا المصاريف طالما انا شايف. هنعمل ايه حضرتك مشاركة. في الطلب ده؟ لا لا، في الطلب ده ان مثلا بقول يا جماعه انا عندي مثلا القرار الوزاري في حاجه اسمها دراسه الوحده المنتجه، الدراسه ديت اللي هي في لجنه المشرفه. تمام. اللي فيها مدير المدرسه والسكرتير والاخصائي وموجه او عامه المسؤول عن حاجه اسمها الوحده المنتجه. دراسه الجدول بتتعمل في ساعه خلاص. تمام. وبتروح الاداره بعد ما تعتمد من المدرسه للكابتن محمد او الكابتن رضا. تمام. خلاص احنا جبنا الكابتن يشتغل معانا، هناخد موافقه مين؟ الاداره، توجيه مالي واداري خلاص، مدرسه منتجه، مدير عام الاداره. يبقى كده الورق الرسمي عشان لما اجي احصل من الطالب في الحصه 10 جنيه يعني اجمالي الشهر مثلا 40. تمام. تمام. يبقى هعمل ايه؟ طبعا المفروض في نسب بتخش حاجه اسمها الحساب الموحد. تمام. نسبه تخش المدرسه. نسبه تخش للكابتن. ونسبه للكابتن. ونسبه لايه؟ بتخش حاجه اسمها الحساب الموحد بحاجه اسمها اصال، طبعا اللي في التربيه والتعليم فاهم الكلام ده، 23 تربيه والتعليم من خلال السكرتيره. يبقى كده المشروع قانوني، قانوني، جبت مدرب واديته عائد مادي من التدريب بسعر مبسط ومخفض، وشلت الضغط المادي من ولي الامر اللي مش قادر يروح النادي هيجيني المدرسه، ونفس الكباتن اللي في الانديه بتمرن في المدارس، عايز دخل زياده، عايز برضه يطلع بطل. تمام. وعنده المناخ كويس، لان الاولاد اللي هم البسطاء في بعض المدارس الحكوميه طبعا يعني ما اقول ايه، عندهم ايه يعني النشفان او القوه الجسديه افضل شويه من بتوع مدارس اللغات او الخاصه. تمام. طيب. ده بيضرب فول وطعميه، ده سوزيس وجبنه نار. طب اخد اخد محمد. محمد مساء الفل. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عندك كام سنه؟ عندي 10. انت عرفته من صوته على فكره؟ ده جميل جدا طبعا، صوته معروف طبعا. تعرفه؟ ازيك يا حماده؟ محمد ايه؟ لا عمو مين؟ كابتن بقى خلاص بقى، عمو ده هناك في البيت هنا. عمو في استنى يا محمد. ازاي؟ استنى محمد، انت تعرف الكابتن منين؟ ايه؟ تعرف الكابتن منين؟ من على التلفزيون وعلى شاشات. انا كنت قبل كده بلعب كونغ فو. برافو. الكابتن كان بيضربك كونغ فو؟ لا انا متهيألي شفت قبل. يعني ما تقارنش معايا محمد، انا عندي محمد كتير، يمكن محمد منهم. انت ما تعرفش الكابتن ولا تعرفه؟ لا قول قول، انا عايزك تقول. انا تقريبا شفته في بطوله او حد شبهه. انا واحد طيب. بطلع في البطولات، مفيش حد اسمه مرضى كافي تاني خالص. قال طيب معاك يا محمد، عايز تشارك بيه؟ انا معاك. انت عندك كام سنه الاول؟ 10. 10 سنين ما شاء الله. معاك بقى، عايز تسال في ايه او تشارك في ايه؟ في بعض المدارس الحكوميه في المحافظات وفي القرية، مثلا في المنيا مدينة أبو القاسم، في مدارس عندهم مدرس رياضة، يعني مش رياضة، تربية رياضية. تربية رياضية ماشي. ما بس ما بيدرسوش، ما بيدوش رياضة. أيوة. بتاخدوا إيه بقى في حصة الألعاب؟ ما بيدوش يد في حصة الألعاب. مفيش مساحة. قعدونا في الفصل ده. بتقعدوا في الفصل. طب انت نفسك تلعب ايه يا محمد؟ ممكن كره سله. كره سله ما شاء الله. كره طايره. لا اختار لعبه بقى. سله. سله. ربنا يبارك لك يا محمد، بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله وتبقى احلى كره سله، لاعب كره سله في مصر كمان. وحمام حبيبي. طيب نكمل.
طيب قلنا دلوقتي على فكره محمد من المنيا، هو تقريبا من قريه المدرسه. اهلنا في المنيا بيعطوهم تحيه كبيره، محتاجين ده، محتاجين الاولاد بعض الكره محتاجه، مفتقر لده. تمام، وانت عندك قرار وزاري والوزاره اعطاك الصلاحيات، تمام، واعطاك ان انت تشتغل وتجيب مدربين على قرار وزاري، ليه ما بتفعلوش؟ كسل من مدرسه التربيه الرياضيه او مدرسين؟ سؤال بس عشان ما نجيبش اللوم على اي طرف من الاطراف. لا انا ما بجيبش اللوم، انا بجيب في اجتهاد. انا سالتك في مدرسين تربيه رياضيه. سالتك سؤال في اول الحلقه، قلت لك الخريجين تربيه رياضيه فين؟ قلت لي بيتجهوا للبرايفت، مش عايزين يشتغلوا في مدرسه. بس ده حق المجتمع عليهم وحق المدارس ديت، وحق برضك ان وزاره التربيه والتعليم والشباب والرياضه يطرحوا ده على خريجين التربيه الرياضيه. انت رحت فين؟ طب ما انا عندي فكره. اتفضل. طب ليه ما يبقاش مشروع من خريجي تربيه رياضيه؟ هو المشروع قائم بالفعل استاذ محمد. مش طيب يعني مدرسه التربيه الرياضيه عارف الكلام ده بس بيتغاضى. هرجع للنقطه، يقول لك انا اروح حتى بنفسي. تمام، لان مفيش. انا اقصد ايه؟ انت عندك خريج تربيه رياضيه بتقول بيتجه للبرايفت. تمام، وده تمام حاجة. اوكي، انا قدرت اقنعه ان هو يروح يقدم الدور ده عشان اوصل من 20% ل 100%. تمام، اوكي، ما قدرتش اقنعه. طب ليه ما تخليش مشروع من مشاريع التخرج، مشروع من مشاريع التخرج لكليه؟ ده مجرد اقتراح، ده ممتاز. انا بقول لك مجرد اقتراح، فكره حلوه. ليه ما اشكرك جميع على كمان. الله يخليك. ليه ما معظم الكليات فيها مشاريع تخرج؟ تمام، ليه ما بقاش انا مشروع انا كتخرج في اخر سنه من كليه التربيه الرياضيه تربية اروح عمل. مدرسه سنه كامله، ده اللي بيحصل، اللي هي سنه تاهيلي، ده اللي بيحصل، والسنه دي اهل ده اللي بيحصل فيها. ده بيحصل، اه بيحصل. بس الفكره في ايه؟ مجرد مثلا ما بتخرج، شكرا. طب اخد عمار. عمار مساء الفل. عمار. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عمار؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا كابتن فينا. طيب الحمد لله كويس. انت عندك كام سنه؟ عمار مش مشكله، تمام، ده موجود بالفعل. تمام، بس احنا بنتكلم في ايه دلوقتي حضرتك؟ انت يعني المدرس او التربيه الرياضيه بياخد حاجه اسمها تربيه عملي، بينزل يطبق ده الكلام ده تبع توجيه التربيه الرياضيه. تربيه عملي، لا تربيه رياضيه. انت بتتكلم في مشروع، مشروع هيأهل الطلبه، يعني ما يعني انت بتتكلم في حاجه ممكن 80% او 70% من الاطفال من صغرهم في مدارس او مدارس ابتدائي او اعدادي او ثانوي هيمارسوا رياضه، فهيطلع. هضيف لحضرتك حاجه، ما انا خليني بس اقول الحته دي. 80% هيمارسوا رياضه، فبالتالي هيطلع منهم بدل ما انا عندي 50 لاعب في لعبه مثلا في نادي ما او في الافات موجوده، انا عندي الافات بالزبط. هتلاقي يعني حاجات نوادر كده بتطلع موهوبين. هنتلاقي محمد صلاح في كل لعبه. اكيد طبعا هنتلاقي محمد صلاح في كل لعبه، صح؟ دي حقيقة. ليه ما يبقاش انا انمي المبادره دي ان يبقى ده مشروع مطلوب من 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 خريجي، مش قبل ما يتخرجوا. تمام. مطلوب منك مشروع اكتشف لي 5 مواهب حتى، فبالتالي هينزل اي مدرسه، يتوزع كل 5 6 مدرسين على مدرسه، هيعملوا الموضوع ده ويبداوا يعملوا النشاط الرياضي ده بالشكل ده من غير ما احتاج مدرسين. هو ده يعني ايه ضروري ايه يعني مجرد اقتراح، الله اعلم ينفع او ما ينفعش، بس انا بقول اقتراح من ولي امر. اه يتحقق. تمام، بس طبعا انت محتاج تتكلم مثلا خريج التربيه الرياضيه لسه ما بقاش عضو نقابه، ما خدش دوره مدربين لسه. تمام، ده بيسمى تربيه عملي. اوكي، فبالتالي محتاج سوبرفايزر او محتاج ليدر يكون مثلا موجود مع الناس دي ويكون مؤهل. انا هسالك سؤال، انت ممكن انت لوحدك، عشان بس معايا اتصالات ما شاء الله، الاتصالات النهارده كتير، حضرتك لوحدك واحد بس يكفي يبقى برايفت على المدرسه كامله؟ لان طبعا معايا ستاف. حلو، انا بالنسبه لي جميل 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 كفافي. طب ما انت بدل ما تجيب ستاف برضه، هكمل المقترح. أوه. هكمل المقترح. تمام. بدل ما اجيب ستاف يبقى الستاف يبقى انا كده بنفذه فعلي. الستاف من التربيه الرياضيه؟ اه. طب احنا محتاجين ده، بس قلت لحضرتك ان المدرس مجرد ما بيتخرج بيشوف اقرب حاجه ليه تدخله عائد مادي. تمام، اخد معانا مين يا شباب؟ يحيى، مساء الفل. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الفل عليك. مساء الانوار عليك يا حبيبي. الله يخليك. عاش ومنور الدنيا حبيبي. حبيبي تسلم، نشكرك. حبيبي يا يحيى، تسلم ربنا. صراحه الحلقه جميله وشيقه جدا، وخصوصا ان انتوا اخترتوا موضوع ده بيمس كل المصريين من ساعه نقول حصه الالعاب بتاعت زمان. وكابتن رضا بنشكره على الاهتمام انه عاوز يبث الرياضه تاني، وبث الروح الرياضيه. واعتقد لو ناس كتير وقفت جنب منه في الموضوع ده، هنلاقي اطفال طالعين من الكره للمراكز اللي حول المحافظه. بشكرك على استضافه سعاده المستشار رضا كفافي. اشكرك. والحلقه بتاعتك شيقه جدا جدا.
انا مش لاقي كلام اقوله، لان انت بتتكلم باستفاضه وسياده المستشار بتتكلم باستفاضه. الله يخليك. بتخاف على الجيل اللي جاي، وما يسعنيش في اللحظه دي غير ان اشكرك على الحلقه الجميله، وعايش عايش بالتقدم بالتقدم. الله يخليك. ازيك يا كابتن رضا، عامل ايه؟ ربنا يبارك في عمرك. انا بجد يعني انا اولا احييك واشكرك على الكلام الجميل استاذ يحيى. يعني اشكرك على الكلام الجميل. احنا ما بنقديش غير دورنا. انا نفسي زي اي ولي امر ولاده كلهم يلعبوا رياضه، لان الرياضه مهمه. اسيب الكلام للكابتن. طبعا انا بحييه طبعا وبحيي كل ولي امر. طبعا انا ببقى سعيد جدا لما طبعا اكتشف ان في اولياء امور عندها حاجه اسمها ثقافه التربيه الرياضيه، لان التربيه الرياضيه هي العمود الفقري لاي امه ناجحه. احسنت. انا بالنسبه لي كده، الرياضة الولد مش هيفكر في أي سلبيات. صح. لأن الرياضة هتركز فيها هتطلع بطل. صح. إيه، هيطلع منها شرطة، هيطلع منها حربية، تمام، هيطلع مثلا منها إنسان إيجابي في الحياة، تمام، ما عندوش أي سلبيات، ما عندوش أي مشاكل، تمام. صح. فأنا بالنسبة لي ده الرياضة حياة. أكيد طبعا. عاش. تمام. عاش. أخد عبد الرحمن. عبد الرحمن مساء الفل. ألو. آخر اتصال معانا ده. عبد الرحمن مساء الفل. الو، ازي حضرتك يا كابتن؟ الله يسلمك. ازيك يا بودي؟ اصل انا عندي عبد الرحمن. انت اسمك بودي ولا عبد الرحمن؟ لا، يكون عبد الرحمن ابني. الا لا، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون. ماشي يا كابتن. معاك. عاش يا كابتن. عاش. يا كابتن. معاك. بحب قناة الصحة والجمال جدا، قناة حضرتك. تسلم، ربنا يخليك. بحبك قوي يا كابتن. الله يخليك حبيبي عبد الرحمن. انت عندك كام سنة؟ كابتن محمد الفقي بيدربني يعني، وبحبه جدا، وبحب قناة مصر البلد. ماشي يا محمد. ماشي. انت عندك كام سنة؟ عندي 9 سنين. ما شاء الله. بتلعب ايه بقى؟ رياضة ايه؟ كرة القدم. ما شاء الله عليك يا حمام، وان شاء الله باذن الله نشوفك كده زي محمد صلاح بالظبط ان شاء الله. عاش يا حمام. عاش. عاش يا عبد الرحمن. طيب يعني الوقت خلاص. ده لسه كتير. خلينا نلخص. طيب خلي بالك الموضوع مش هيخلص في حلقه. اكيد طبعا. والكلام رايح جاي، والموضوع كبير مش صغير. احنا بنتكلم في ثقافه لازم تتغير. لازم انا يعني انت بتتكلم في ولي امر لازم رقم واحد يوجه ابنه ان يلعب رياضه. بتتكلم في مدرسه لازم توفر مهما كانت ضغوط الحياه موجوده على ولي الامر، لازم يقف جنب الولد او البنت من سن برايمري، من سنه يعني، من كيجي. لازم. انت قلت 4 سنين. لازم. ده الصح. ده الصح. اقدر اشكل الولد بالاليه والكيفيه، ده في ايدي زي العجينه باللغه البلدي كده، اقدر اشكله واشكل الوعي بتاعه معايا. خلينا في البدايه نلخص اللي احنا قلناه ده كله، اللي احنا قدرنا نوصل له. طيب يعني برضك اخد بس منك دقيقه كده. تمام. اتفضل. برضك يعني للناس اللي شايفانا، عايز بس اوضح برضك، في ناس اكيد فاهمه يعني ايه تربيه رياضيه، يعني ايه تربيه وتعليم، يعني ايه شباب ورياضه. يا جماعه، اي مدرس تربيه رياضيه لازم يبقى فاهم وعارف ان المجال قدامه مفتوح، مش شرط يشتغل مثلا في مدرسه خاصه عشان العائد المادي. الحكومي فاهمه، فاهم يعني، فيها احتياجات وهتعوض بده، لان انت عندك قرار وزاري ليك نسبه فيه. لا، وفي تطوير في التعليم. تمام. وهتطلع بطل. انا عن نفسي بحب المدرسه الحكوميه مع ان معايا خاص. تمام. لان فيها بغض النظر بقى ان الوزاره عطتني الصلاحيات، قرار وزاري ووحده منتجه وتوجيه مالي واداري، تمام، وتوريد وليا نسبه في الكلام ده قانوني. تمام. بس انا هكتشف وهنتقي واخدم ولي الامر ده، لان مش قادر يجيني النادي، هطلع منه بطل. في البسطاء، في ابن البواب، في ابن الموظف البسيط. تمام. فبالتالي الوزاره هتعطيك الصلاحيات دي والدوله هتعطيك الصلاحيات دي. تمام. ليه ما نستغلهاش؟ تمام. كمدربين تربيه رياضيه، ونحاول حتى جنب النادي، جنب الجيم، جنب اي مشروع برايفت، اخش مثلا امسك مدرستين. تمام. ده القانون بيقول لك كده، تبقى خدمت. حتى ده الوزاره حتى القرار اسمه مشروع خدمي. يعني يا استاذ محمد، اقدر ان انا لو في حد جنب المدرسه، مش في المدرسه، مش ابن المدرسه، وجي يوم الجمعه عشان يقدم، ادخله يتمر كمان. يعني مش على مش على اللي موجود. لا يا مستر محمد، لا، ده ما هو ده حقه، ده مشروع خدمه وزاره حطاه. يعني اقدر بقول لك ايه، والطبقات المحيطه بالمدرسه، يعني اقدر مثلا ايه جاري إيه، حتى الولد يجيب مثلا صاحبه إيه، ابن اخوه إيه، يعني ده متاح. فانت عندك جميع الصلاحيات. مشروع خدمي الدوله حطاه للخدمه، الدوله حطاه لرفع المعاناه عن ولي الامر اللي مش قادر يروح النادي، مش قادر ادفع 200 و300.
لا انت عايز اكتر من كده ايه؟ وفي نفس الوقت بيجيلك مدربين ناس متخصصه في كل لعب، هيعدوا الولد وهيشيلوا من عليك الضغط المادي، وفي نفس الوقت جنب البيت وفي بيته في مملكته اسمها مدرسته. تمام؟ فتحنا الموضوع. ما هو احنا كل حلقه كده. فتحنا الموضوع، الموضوع ان شاء الله باذن الله اكيد يعني اللي سمعنا بدا يوصل له للمعلومه اللي احنا عايزين نوصلها. تمام. ان كان ولي امر او ان كان مدرسه او ان كان حد بيسمعنا، وارجو من اي ولي امر او حاجه، اتمنى ان كل واحد يحط في الاعتبار ان الحلول سهله موجوده وبسيطة. موجوده موجوده. ربنا يبارك في عمرك. انا سعيد جدا باللقاء ده، واتمنى يكون يعني طلعنا بحلقه كده لذيذه تعجب الناس. من اجمل الحلقات. اشكرك اللي عملتها. وانت مذيع بسم الله ما شاء الله جيد. تمام. اشكرك على ذوقك. عاش عاش. شكرا مستر حمد. خلصت حلقتنا بس لسه مكملين، وعاش لسه مكمله. عاش بقولها لاخر في اخر الحلقه دايما. اي حد بيمارس رياضه صور لي الرياضه اللي بتمارسها بفيديو صغير وابعته لي، هزعه لك في فقره عاش عندي في كل حلقه. واللي ما بتمارسش رياضه ابدا معايا، اي فيديو صوره لي لاي رياضه هتمارسها ان كان جري او اي حاجه وصوره لي وابعته لي، هزعه لك معايا فقره عاش عاش.